إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، أتناول اليوم حديثا نكرره كثيرا في الخطب والمحاضرات، وكثيرا ما نستشهد به على أمور عديدة في ديننا، سواء كانت هذه الأمور أصولا أم فروعا. وهو حديث ماتع شيق من كلام النبوة، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه، وكنيته أبو هريرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظر معي أخي المسلم إلى قوله تعالى كل، وهي صيغة جمع، أن كل البشر سواء ولد هذا المولود لأسرة مسلمة أو غير مسلمة فإنه يولد على الفطرة. ولقد وردت ألفاظ أخرى لهذا الحديث: كل بني آدم، بني آدم جميعهم، ورد هذا اللفظ في أحد روايات هذا الحديث الصحيح. وأيضا الفطرة هنا هي الإسلام، أو الاستعداد الفطري لتلقي الإسلام. ثم يأتي دور الآباء وما يتبعهم: البيئة، المجتمع، المسجد، المدرسة، الآباء وما ينتمي إليه هؤلاء الآباء من مؤسسات تغير هذه الفطرة من الإسلام
إلى اليهودية، النصرانية أو المجوسية. وعندنا حديث آخر وهو حديث إلهي قدسي أخرجه الإمام مسلم من حديث عياض ابن حمار المجاشعي، وفي هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، أي على التوحيد، ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالحديث الأول يبين لك أن هذه الفطرة التي نولد بها عامل الأول هو عامل الآباء والبيئة، والعامل الثاني هو الشيطان. فشياطين الإنس والجن وما يحدثونه من فساد في البيئة وفي المجتمع يغير من هذه الطبيعة، الطبيعة الربانية، الطبيعة التي هي على استعداد أن تدرك معاني الربوبية إذا وصلتهم هذه الرسالة. وهذا الذي يفسر اتجاه كثير من الناس للإسلام، وهذا شيء يعجب له غير المسلمين، كيف أن الإسلام يحارب هذه الحرب الضروس، ومع هذا تخرج علينا الكنيسة الكاثوليكية مثلا وتقول أن الإسلام أسرع دينا ينتشر في الأرض. لماذا؟ لأنه دين الفطرة. الإنسان الذي خرج عن هذه الفطرة السليمة، هذا الميثاق، بمجرد أن تذكره بها يحدث هناك انجذاب ماجنتيك يسموها، زي المغناطيس. أنا أسوق لك مثالا يعني طيب جدا. إذا ذهبت مثلا لمكان تشتري سوفت وير بيسموه، وهو شيء يعني برنامج، فأنت تحتاج كي يعمل هذا البرنامج على الكمبيوتر لابد له من شيء داخل السي بي يو بتاعتك، اللي هو البروسيسور، سنترال بروسيسور يونت بيسموها، داخل هذا الجهاز، حتى انه ايه، فمجرد ما تضع السي دي او الدي في دي ولا هذا يعني حتى تعمل له انستوليشن، اول شيء يبحث عنه اين هذه الفطرة، أين هذا الشيء اللي داخل الجهاز اللي مفروض كونكت. فهذه الطبيعة التي ولد عليها البشر جميعا، وأنا أقول لك أن هذان أو هذين الحديثين يفسران
الآية التي وردت في سورة الأعراف والتي تحدثت عن هذا الميثاق نفسه، هذا العهد، هذه الفطرة. ما تقول الآية؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. أي أن رب العالمين كما ورد في مسند أحمد ومستدرك الحاكم والسنن النسائي وأبي داود وغيره، أن الله سبحانه وتعالى مسح بيده على ظهر آدم عليه السلام فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. استخرجنا جميعا البشر جميعا من ظهر أبينا آدم وأقام علينا الحجة. ألست بربكم؟ طبعا الاعتراف بالربوبية هو مدخل للألوهية. لما أنت تقول أن الله هو الرب بمعنى أنه هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي أمدك بما تملك، خلقك من لا شيء وأمدك بكل شيء. فهذه الربوبية والتي تحمل معاني الخلق والتدبير والملك والرزق والإحياء والإماتة لابد أن تستدعي الألوهية. ولذلك المقولة عند الأصوليين يقولون أن توحيد الربوبية يستلزم ويستوجب الألوهية. انظر، يا أيها الناس اعبدوا، هذه ألوهية، عبادة ربكم لأنه هو الرب الذي خلقكم. ثم جاء بأوصاف الربوبية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تأتي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء والآيات. فبمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما سألنا ألست بربكم ونحن في عالم الذر، قالوا بلى شهدنا، نشهد أنك الرب، وبشهادتنا أنه الرب الخالق الرازق لابد أن نقيم الألوهية له، لابد أن تأتي بالأخرى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لا تصلي لغيره ولا تعبد شهواتك ونزواتك ولا تتخذ إلهك هواك وهكذا. قالوا بلى شهدنا، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الإمام الحاكم يا إخوة النسائي له كلام، يعني روى رواية لهذا الحديث تعطينا سببا آخر من أسباب الخروج عن هذه الفطرة، يعني سببا آخر من أسباب خروج الناس عن هذه الفطرة، وهو النسيان. سمي آدم، سمي الإنسان إنسانا لنسيانه، وهذا القول يصح موقوفا على ابن عباس، ويعني انظر تفسير ابن كثير في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. الآن لما أخرج رب العالمين هذه الذرية من ظهر آدم
فرأى آدم وميص أو وميض، كلا الضبطين قرأتهما، فسأل من هذا، يعني شاف ان في ولد نجيب من اولاده، من هذا؟ قال هذا ولدك داود يأتي في اخر الزمان. واحد من اولادك يا ادم سيأتي في اخر الزمان. فآدم سأله قال يا رب كم عمره، كم يعيش يعني؟ قال 60 سنة. قال يا رب خذ من عمري وأعطي، يعني إيش 100؟ خذ من عمري واديله. نحن نعلم أن ملك الموت كان يأتي للأنبياء عيانا ويخيرهم، فلما جاء عمر آدم كان مفروض أنه يعيش 1000 سنة، فجاءه ملك الموت في سن 960، يعني قبل العمر اللي هو مفروض حيعيشه ب40 سنة. فآدم قال له ليس هذا بأواني يعني. فذكره ملك الموت وقال له ألم تذكر أنك أعطيت لابنك داود 40 سنة؟ نسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا فنسي آدم ونسيت ذريته ونسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. فمن مجموع هذه الأحاديث نستبين ونقول أن الإنسان يخرج عن هذه الفطرة بتأثير الآباء والبيئة والمجتمع، يخرج عن هذه الفطرة بتأثير الشياطين، شياطين الجن، وما تزين لهم وتوسوس لهم من عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولقد أضل منكم جبلا كثيرة. ثم يأتي عامل النسيان وعامل الإنسان بينسى. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يقيم الحجة علينا بهذا الميثاق، ميثاق الفطرة، ولا يعذب أحدا بناء على هذا الميثاق، بل تكون الحجة بإرسال الرسول. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولكن كما ذكرت أخي المسلم أن هذه الفطرة التي جبل الإنسان عليها وهي الإسلام قد تتخلص من هذه الرواسب وما عليها من آفات وأمراض أصابتها بفعل الشيطان أو بفعل النسيان أو بفعل الآباء في وقتين. الوقت الأول الحاجة الشديدة أو وقت الضرورة أو وقت الاضطرار، وقت يرى الإنسان أسبابه لا تفعل له شيئا. أسوق لكم مثالا أو مثالين ليبين هذا. ولذلك
إياك أن يعني أن تيأس من إسلام الغرب. يعني من هذه الأوقات الإعصار، هذا الإعصار الذي نزل سموه ساندي أو غيره، يعني هذا الإعصار جاء في وقت يخرج الفطرة، يعني هذه الفطرة تلمع مرة ثانية كأن إيه، حجر كده أو صفوان عليه تراب، فكأنك يعني سكبت عليه الماء، يعني جبت مية وجبت إيه عليه الماء كده، فإيه ظهر الحجر مرة ثانية وأخذ يلمع. من هذه الأوقات وقت الحاجة الشديدة جدا أو وقت الضرورة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند الترمذي من حديث ابن وقاص سعد رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لفتح مكة سمى ستا من الكفار أن يقتلوا ولو كانوا معلقين بأستار الكعبة: مقيس بن صبابة، عبد الله بن خطل، عبد الله بن أبي الصرح، وأكرمة بن أبي جهل، وامرأتان. طبعا يعني تركنا من هؤلاء ودعنا إيه نذهب مع أكرمة ابن أبي جهل. علم جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هرب إلى بلاد الحبشة تقريبا، راح جدة ليركب السفينة، ركب في السفينة جاءه موج عاصف، السفينة سبحان الله يصور القرآن لنا هذا المشهد بطريقة عجيبة جدا: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لنكونن من الشاكرين. هذا ما حدث لأكرمة، ركب في السفينة هذه فإذا بعاصفة شديدة جدا تأخذ بهذه السفينة، ف الكابتن أو الرئيس بتاع هذه السفينة القبطان نسميه مباشرة حذر الناس وقال لهم: أيها الناس اعلموا أنه لن ينجيكم اليوم إلا الإخلاص فقط. الإخلاص يعني التوحيد، العربي له كلام، الإخلاص يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله أي لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى، لا تسأل إلا الله. يعني هذه الآلهة التي نعبدها، السيد هذا وهذا الذي في الشيخ الفلاني أو هذا الذي في القبر والذي ندعوه ونطلب منه، لا ينفعني الآن؟ لا، أكرمة رجل فاضل نبي عاقل قال: هذا الإله الذي أخلص له العبادة في البر لا ينجيني في البحر، لا يستحق هذه العبادة. مرة ثانية موضوع الربوبية، نعود لموضوع الربوبية اللي إيه؟ أن الله يدبر لك الأمر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله، المقدمة ربوبية، ثم تأتي ليه لا تؤله، لماذا لا تعبد نفسك له؟ هذا هو الكلام. ما هو معظم المسلمين الآن يقفون عند هذه، يظنون أن التوحيد، يظنون أن الإيمان بالله فقط أن تؤمن أنه الخالق الرازق. لا، هذا الكلام ليس صحيحا، لأن العربي الكافر قالها
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا الكلام غير صحيح. فأكرمه مباشرة قال لئن أنجاني الله، يعني اختلف عن معظم الناس. ولذلك سبحان الله من يصدق الله سبحانه وتعالى، معظم الناس لا يصدق الله في هذه. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. فاكر؟ ما هو لو شكر الله سبحانه وتعالى لأصبح عكس الكفر الذي ورد في سورة الإنسان، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لأن مبدأ الإيمان بالله هو شكر النعمة، وهو أن ترى أن الله هو الرب كما ذكرنا. فطبعا أكرمة عاد وأسلم. أنا أريد فقط أن إيه، أن أدلل على إيه، أن الإنسان يعود لهذه الفطرة في هذه الأوقات، منها هذا الوقت وقت ولذلك سبحان الله تلمح هذا في قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طب الإنسان يعبد من يضره، لماذا؟ لأن بوقوع الضرر عليك تعود لهذه الفطرة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، قصة معروفة، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ثلاثة أخوات، كان أبوهم رجل فاضل يؤدي حق المسكين في حديقته، ثم فجأة دول قرروا إيه، البخل طريقنا. ويعني بيتوا هذه النية بليل، فبعث الله طائفا إلى حديقتهم. طبعا عادوا لله سبحانه وتعالى، قالوا إنا إلى ربنا راغبون، رجعوا. فبوقوع الضرر عادوا. وقصة صاحب الجنتين في سورة الكهف تؤدي هذا المعنى أيضا. الشاهد أن الإنسان حينما يقع به الضرر، هذا البلاء، يرده إلى ربه. الحالة الثانية التي تدفع الإنسان أن يعود مرة ثانية إلى ربه هي الفرح الشديد جدا. ولكن قبل أن أنتقل وأبين موضوع الفرح الشديد هذا، يعني سبحان الله أحيانا الإنسان بعودته إلى ربه عند الحاجة قد ينطق بكلام فيه ردة ولكن يعود. يعني أنا لا أنسى هذا الرجل أبدا في حياتي، سبحان الله، يعني أنزل الله عليه بلاء في 4 أيام تقريبا، حيوان جاموسة عزكم الله ماتت في بيته، ثم تاني يوم مش عارف الأرض البيت انحرق، وبعدين ثالث يوم مش عارف، يعني 4 أيام على التوالي بلاء بلاء بعد بلاء. فرفع الرجل يده إلى السماء يقول يا رب ما كفاية بقى، يا رب يا رب كفاية، وكلام صادق يخرج من القلب، هو كلام فيه ردة. أنا لا أقول أن ليس هكذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. طبعا هذا هو الكلام، لكن أنا أقول لك حتى حين وقوع البلاء الشديد الإنسان بيرد فعلا ويعلم أن هذا البلاء أذن الله به أن ينزل عليه. ثانيا، أو الحالة الأخرى التي بها يعود الإنسان الفرح الشديد جدا، وهو إيه؟ يعني أنت عارف إيه؟ يعني الشيء وضده، excessive joy excessive distress، هكذا يقولون. ويعني عندك
يعني مثال أسوقه لكل من يشاهد الرياضة، سواء كرة القدم، كرة السلة، أو كرة يعني هذه الكرات المختلفة. لاعب الكرة حينما يسجل هدفا، وهي لحظة يعني يا إخوة، الإنسان حينما فعلا يسجل هدفا يشعر بسعادة عجيبة. يعني أنا شخصيا عشت هذه اللحظات. أنا كنت أحب كرة القدم جدا وألعب، يعني أسأل الله أن يغفر لي. طبعا إذا كان الله يعني لا يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى وليس فيه معصية فلا بأس، لكن كلنا جرب هذه الأمور. حينما تحرز تشعر، انظر إلى التلفاز الآن حينما ترى هؤلاء اللاعبين ميسي ورونالدو وهؤلاء يخرج ويرفع يده إلى السماء، بل إنه يحقق توحيدا عجيبا. يعني أنت الآن المسلم، تسأل مسلما الآن هذا السؤال وتقول له أين الله؟ أنا حقيقة لا أريد يعني أن أحول هذا الموضوع إلى إيه، يعني كلام عن هذه الفئة وهذه الفئة. أنا أسوق والله هذا الكلام بس يعني حتى أن أقول لك الموضوع مغروس في الفطرة. أنا أقول لك أين الله، تقول لي في السماء. انظر إلى هذا مباشرة، وهو قد لا يكون مسلم. يعني أنت عندك النصارى يعني يؤمنون بالتثليث وهكذا، فدعنا يعني من هذه. لكن هذا الأمر هام. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي لما جاءه وقال له إن لي جارية ترعى لي الغنم وصككتها لأن الذئب عدا على غنم يأخذها، فقال أتي بها، فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء؟ حتى فرعون يعرف أن الله في السماء. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. وحينما نقول يا إخوة أن الله في السماء، لا نقصد أن الله تحت حيز السماء، لا، نقصد العلو. الله في علو، ومن أسمائه العلي. قال تعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. ولكنه معنى بالإدراك، بالسمع والبصر. وحسبك قول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. أنا هنا مع النبي لما علقت على المرأة التي جاءت تشتكي زوجها والله فوق عرشي في السماء السابعة سمع ما دار بين النبي وبين المرأة، وأنا هنا في نفس الغرفة لم أسمع كل الحديث. وعندنا أيضا شاهد آخر الحديث اللي هو الرجل الذي تاب، عفوا الرجل الحديث أنس اللي هو في التوبة، أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدكم. ثم ساق لنا القصة رجل في الصحراء ومعه بعير عليه الزاد كله، البعير تاه منه نام حيموت خلاص، ففتح عينيه فرأى، شوف ماذا قال. هو أراد أن يقول قولا طيبا، هذا الرجل أراد أن يقول قولا، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ده هو أراد أن يظهر الربوبية والألوهية معا، الربوبية من جانب الرب وأنه يؤله الله، يتعبد لله سبحانه وتعالى. قول طيب جدا، ولكن أخطأ من شدة. نفس الكلام بتاع الرجل اللي إيه، اللي من شدة الحزن يقول يا رب ليه يا رب، ومش عارف يقول كلام في ردة، يعني نفس الكلام، ولكنه إيه، كلام يخرج ومن من من شدة الفرح يخطئ. أنا حقيقة سقت هذا الموضوع لسببين هامين جدا، وأذكرهما بإذن الله تعالى لكم. السبب الأول أن كثيرا من المسلمين الآن
عادوا من الحج، ولقد ورد في بعض روايات حديث ابن عباس أن هذا العهد، عهد الفطرة وهذا الميثاق، أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم في مكان في عرفة، وهذا هو المكان الذي ذهب إليه حجاج بيت الله سبحانه وتعالى هذا العام، ونالوا هذه الولادة الشديدة. عادوا قالوا: يا رب، نحن أخطأنا، خرجنا عن هذه الفطرة، ونجدد العهد، نجدد، أنت ربنا، نعود إليك. فأقول: أخي الحاج، الآن أنت عدت إلى بلدك، فلا ترجعن مرة ثانية، لا تخالف مرة ثانية، بل أكمل هذا الطريق، أكمل العبودية لله سبحانه وتعالى ولا تخالف. هذا هو الشيء الأول. فأردت أن أذكر الحجاج بأنهم جددوا هذا الميثاق مع ربهم، ولذلك أقول لهم: لا تنقلبوا على أعقابكم مرة ثانية. وأنا أذكر نفسي. الشيء الثاني، وهو حقيقة أردت أن تكون هذه الخطبة مقدمة لخطبة أو خطبتين عن أولادنا، فلعلكم تتذكرون أن الحديث يتحدث عن الآباء ودورهم في إخراج هذه الفطرة. وحقيقة يا إخوة، التحدي الأكبر والأعظم الذي يواجهنا في بلاد الغرب هنا، بل في جميع بلاد المسلمين الآن، هو النشء الجديد والتربية. للأسف الشديد هذا أمر يعني فيه مشاكل كثيرة جدا، وأنا وددت لو يعني أفردنا مجموعة من الخطب والمحاضرات للحديث عن هذا الموضوع، وأخص بالذكر المراهقين الشباب، أخصهم بالذكر المراهقين والشباب. لماذا؟ لأنهم حقيقة في حاجة ماسة لهذا الموضوع، فلعلنا نتناوله بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.